يحييكم من القناة البحرينية الرياضية، ونحن وإياكم في الملعب برجال هيليو سوزا جعفر في حراسة المرمى، ومن أمامه حمر شمسان وأحمد نبيل، السيد رضا عيسى في الخانة اليمنى، وليد الحيام جانبية على شاكلة ركنية، وليد حولها داخل منطقة الجزاء، عادت مرة ثانية إلى الرميحي، حولها واستحواذ من جانب المنتخب الوطني، محمد برهون التعويل على محمد في هذه الكرة خطيرة الآن، هدف أول، الكرة مقطوعة إيرانية هذه المرة داخل منطقة الجزاء. أوه يا السلام عليك، يا سلام عليك يا صاحب القفاز الذهبي سيد المرمى. هذه الكرة ما كان فيها راية رأسية، تمكن من خلالها سيد المرمى بالقراءة الصحيحة، القفاز الذهبي يمرر خطيرة للرميحي للمنتخب الوطني، لا زالت المشاركة موجودة، تسديدة والكرة اعتلت العارضة إلى خط الماضية من الرميحي، هيها إلى حميدان، فعلا هو صاحب التسديدة الماضية سيد رضا كان يطلب كرة، ولكن حميدان سدد بشماله، اعتلت العارضة وتحولت إلى خلقينية في الخانة اليمنى، رضاوي عرضها بعيدة تماما وتحولت إلى خارج أرضيات الملعب. برافو اللي يتقدم إلى المساردة، عالية إلى الأمام داخل منطقة الجزاء، رأسية مبعدة، برافو من الحيام، أبعدها من أمام الوطني، حكم اللقاء يتابع بحرينية في هذه اللحظة، المحاولة الآن داخل منطقة، ياه الكرة ضاعت كبير وتشكل خطورة، الحذر، المتابعة، كذلك الطول يجب أن يكون بشكل رائع في هذه الكرات. الكرة وصلت إلى السيد محمد جعفر بشكل رائع في المحاولة في الجهة اليمنى، لا زالت تدخل، والمحاولة فيها خطأ، المحاولة فيها خطأ وبطاقة صفراء. الكرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء إيرانية، الآن تتحول، تصطرف الحيطة ومرت بسلام، مرت بسلام. الكرة العرضية الآن من داخل منطقة الجزاء، اختراق في الجهة اليمنى، مرهون سددها ومن جوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. برافو يا عيال، برافو يا مرهون صاحب التسديدة الماضية اللي تحولت إلى خارج أرضية الملعب. محاولة مستمرة الآن في الخانة اليمنى، رضاوي عرضها خطيرة، لا زالت المحاولة موجودة لمصلحة المنتخب الوطني، جاسم الشيخ سددها، عادت لمرة ثانية، المحاولة لا زالت مستمرة، يلا يا عيال خطيرة الآن، هدف أول، لا زالت المحاولة. أوهو محمد مرهون ما كان فيها راية، ما كان فيها تسلل، فرصة ثمينة كانت للمنتخب الوطني، كان بالإمكان أن تكون كرة الواحد. حذر من المرتدات في هذه الكرة الإيرانية الخطيرة، فيها تقدم آخر وصافرة وخطأ على علي حرم. الحفاظ على الشباك في شوط المباراة الثاني هو مطلب بلا شك، واقتناص أحد الفرص عالية، برافو رضا السيد عيسى، حولها إلى خارج أرضية الملعب. من جانب المنتخب الإيراني وحيد أميري ينول الكرة إلى مهدي، خطيرة 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 خطيرة، والهدف الإيراني الأول، الهدف الإيراني الأول عند الدقيقة 53، المنتخب الإيراني. الكرة كانت من مهدي، لعب الكرة إلى سردار، كرة ما كان فيها راية، وبعد ذلك سجل من خلالها سردار هدفا أولا في بداية شوط المباراة الثاني، في بداية شوط المباراة الثاني سردار يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 54، عند الدقيقة 54 من شوط المباراة الثاني، هدف مبكر. إيرانية لا زالت المحاولة، لا زالت مستمرة، البحث عن التسديد، والكرة عدت سليمة إلى خارج أرضية الملعب، حكم اللقاء صحة المنتخب الإيراني، عالية إلى الأمام، رأسية من قدوس، عادت مرة ثانية مقطوعة، سوزا قد يتحرك في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني، قد يدخل قبل شيء الآن لمصلحة المنتخب الإيراني، لا زالت سريعة خطيرة كرة الثاني، مرت بسلام، مرت لمهدي، مررها خطيرة المنتخب الإيراني، خطيرة 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 يا سيد المرمى، والكرة فيها هدف ثاني عن طريق سردار، يسجل هدفا من كرة مرتدة لمصلحة المنتخب، سجل هدفي المنتخب الإيراني هذه
كانت الصورة الماضية بتسجيل الهدف الثاني، هدفين لمصلحة المنتخب الإيراني مقابل لا شيء للمنتخب الوطني. السردار هو اللي سجل الهدفين، والمنتخب الوطني الآن متأخر بهدفين مقابل لا شيء، والمهمة باتت صعبة. في بكرة في الطرف الأيسر بطبق الأصل تماما، بكرة خطيرة الآن لمهدي، لا زالت المحاولة مقطوعة لشمسان، تكثيف الهجوم رضا السيد عيسى، خطيرة على الكرة تتحول مرة ثانية في الطرف الأيمن، محاولة خطيرة داخل المنطقة، وكرة الثالث لمصلحة المنتخب الإيراني في هذه اللحظات. ترامي يسجل هدفا ثالثا لمصلحة المنتخب الإيراني عند الدقيقة 78 من زمن هذا الشوط، تماما في متوسط أيضا الدفاع، وكذلك الترابط الغير موجود في شوط المباراة الثاني من جانب منتخبنا الوطني. هدفا ثالثا في هذه اللحظات جاء بهذه الصورة في الوقت الأخير من زمن شوط المباراة الثاني. إذن مهدي هو الذي سجل هدفا ثالثا في هذه المباراة عند الدقيقة 78، وبالتالي المنتخب